How are you? Good morning, students. كيف حالكم يا رابع؟ شو أخباركم؟ عندنا هون قاعدة جداً مهمة، هي قاعدة should shouldn't. بدنا نركز فيها كثير منيح. طبعاً هاي القاعدة أنا بستخدمها for advice. For advice يعني للنصيحة. شو معنى should وشو معنى shouldn't؟ shouldn't should طبعاً معناها ينبغي أن، should وشودنت معناها لا ينبغي أن. إحنا بنستخدمهم يا رابع للنصيحة. شو ليش بنستخدمهم؟ للنصيحة. طيب، تستخدم شود وشودنت للنصيحة، ومعناها ينبغي أن أو لا ينبغي أن، أو يجب أو لا يجب أن. أوكي؟ طيب، كيف إحنا بدنا كيف شكل الجملة في حال إذا كان عندنا شود أو شودنت؟ طيب، في حالة الإثبات affirmative، يعني بحالة إيش الإثبات يا رابع؟ لما يكون عندي جملة مثبتة، مثبتة يعني ما مش منفية. أوكي، جملة مثبتة بتبلش أول إشي عندنا بسبجكت فاعل، الفاعل كل الضمائر هي شي وات وذي وي ويو. أوكي، طبعا هاي إيش الفاعل؟ ممكن يكون بروناون ضمير، وممكن شو يكون؟ اسم، ممكن يكون اسم. اوكي، وممكن يكون ضمير. طب اسم مثل احمد، علي، سميرة، ليلى. اوكي، ممكن يكون ضمير زي اي هي شي ات ذي وي يو الى اخره. بعدين بيجي لنا شود، تيجي شود اللي هي بمعنى ينبغي ان او يجب ان. وبعد الشد لازم يا رابع يجي عندي verb 1 بس مجرد. شو يعني verb 1 مجرد؟ يعني الفعل اللي بعديه زي ما هو verb 1، ما عليه أي إضافة. أوكي، ما عليه أي إضافة. يعني مثلا كلمة eat أو الفعل eat، هذا الفعل مجرد. طب مثلا لو زدنا له حرف الأس، لا بيبطل مجرد. إذا eat هيك الفعل المجرد. إذا أول إشي ببلش بسبجكت، وإحنا كان السبجكت عبارة عن noun أو pronoun. noun اسم، يعني مثل أحمد، علي، سمير. أوكي، أو pronoun هي وشي وإت وذي وي ويو. أوكي، إحنا لازم طبعا هاي الأشياء لازم أنتم تكونوا عارفينها يا رابع. أوكي، بعدين بيجي عندنا should بعد الفاعل subject، بيجي عندي should اللي هي بمعنى ينبغي أن أو يجب أن، وبعدين بيجي عندي verb 1، وإحنا حكينا شو يعني verb 1 بس مجرد، اللي هو الفعل خالي من أي إضافة. أوكي يا رابع، طيب خلينا نشوف الأمثلة الموجودة عندنا يا رابع، خلينا نشوف الأمثلة الموجودة عندنا. yes you should close the door، يجب أو ينبغي أن تغلق الباب. لاحظ معي إنه هنا استخدمناها كنصيحة، صح؟ يجب أن تغلق الباب. شد أنا هون استخدمتها إيش؟ كنصيحة، بس نصيحة بالقيام به، يعني إشي أنا بنصحك بالقيام به. أوكي، إذا هون شد إجت إثبات، أول إشي بلشت عندي الجملة بفاعل. لاحظ معي يا رابع يو، لأنه أنت لما بدك تنصح حدا ماشي بدك تستخدم الضمير يو أنت. إذا وشد بعدين تيجي عندي شد، أوكي، بمعنى ينبغي، وكلوز، كلوز يعني يغلق. أوكي، لاحظ إنه كلوز إجت هنا verb 1، verb 1 ماشي. بعدين ذا دور، يجب أن تغلق، ينبغي أن تغلق الباب. example 2 you should eat breakfast، إنه يجب أن تأكل وجبة الإفطار. يجب أن تأكل وجبة الإفطار، إذا بلشت عندنا بضمير يو. أنا لما بدي أنصح حدا بدي أستخدم الضمير يو. أوكي، بعدين شد ينبغي أو يجب أن إيش؟ أن إيش؟ تأكل، أن تأكل. إيت، لاحظ إنه هنا إيت جت بيس مجرد، فعل مجرد. لازم بعد شد يا رابع خلاص تعرف إنه هون بعديها إيش؟ فعل مجرد. إيش؟ بريك فاست، وجبة الإفطار. إذا يجب أن تأكل وجبة الإفطار، هنا أنا بقدم إليك نصيحة. أوكي، هون أنا لتقديم النصيحة، هون أنا بقدم لك نصيحة، نصيحة أنت
يعني بمعنى النصيحة يجب أن تقوم بها بس كشكل نصيحة. Example 3. You should play sports. يجب أن إيش تلعب إيش الرياضات. You should play sports. لاحظ إنه you هنا يجد ضمير فاعل should يجب بمعنى يجب أو ينبغي أن أو يجب أن إيش. بعدين إجت عندنا play. play هنا إيش verb. verb 1. لاحظ أنا بديك تركز أكثر إشي على إنه بعد الشد إجي عندي verb 1. verb 1 مجرد should play. should play ما بحكي should plays مثلا، لا should play. أوكي لازم نركز هون. إذا أنا بقدم هنا نصيحة أنت تقوم بالعمل بها. أوكي طيب ننتقل إلى القسم الثاني نركز فيه كمان يا رابع. نيجاتيف، في حالة النفي. نيجاتيف يعني نفي. أوكي في حالة النفي لما يكون عندنا نفي. طيب أول إشي ببلش بسبجكت نفس الإشي. should بتصير shouldn't بس، يعني بدل ما ينبغي بتصير إيش لا ينبغي أو لا يجب. أوكي إذا هنا should بس بتضيف عليها not هيها should بنضيف عليها not بتصير إيش shouldn't. أول إشي ببلش بسبجكت you he she. أوكي subject كما حكينا سابقا إنه subject ممكن يكون pronoun ممكن يكون noun. ممكن يكون pronoun ضمير، ممكن يكون noun اسم ضمير you he she it اسم أي اسم آخر أحمد حمزة. أوكي بعدين بيجي إنه shouldn't بس نفس صيغة المثبت بس إنه إيش should هاي بنضيف إلها not بتصير shouldn't. shouldn't يعني ينبغي أن لا أو لا ينبغي أن. إذا shouldn't وبعد shouldn't نفس الإشي لازم يجي عند الفعل مجرد. أوكي لازم يجي عند الفعل مجرد يا رابع. verb 1 base مجرد خالي من أي إضافة. example 1 you shouldn't eat a lot of ice cream. أنا إيش ينبغي ألا تأكل الكثير من الآيس كريم. أوكي إذا هنا أنا بنصحك بس إيش بإشي عمل أنت ما تقوم فيه. أنا بنصحك بس بعمل إيش ما لا تقوم به، يعني هاي نصيحة بعمل أنت ما لازم تقوم فيه. you shouldn't eat. لاحظ إنه eat هنا إجت بعد shouldn't وهي verb. you shouldn't eat ينبغي ألا أو يجب إيش أو لا ينبغي أن إيش أأكل أو تأكل سوري الكثير من آيس كريم. yes example 2 you shouldn't wake up too late. أوكي لا ينبغي أن تستيقظ متأخر. إذن هون أنا بنصحك إنه أنت ما تستيقظ متأخر. هون نصيحة بإيش نصيحة يعني عدم يعني النصح للقيام به، إنه هنا أنا بنصحك بس إنه ما تقوم به. أوكي يعني لا أنصح به. يجب أن إيش أن ينبغي أو لا ينبغي أن تستيقظ متأخر. ليت متأخر. لاحظ إنه بدأت عندي بضمير فاعل يو بعدين shouldn't أها إذا نفيناها بعدين wake up اللي هي الفعل. example 3 you shouldn't play in the street. ينبغي او لا ينبغي سوري لا ينبغي shouldn't او لا يجب ان تلعب play in the street في الشارع. لا ينبغي ان تلعب في الشارع. انا بنصحك ايش بانك ما تقوم بهذا الفعل. اوكي you shouldn't play in the street. اذا لا ينبغي أن تلعب في الشارع. استخدام هون shouldn't في حالة النفي يعني أنا عدم النصح للقيام به، يعني أنا أوكي يعني بنصحك بعدم القيام بالعمل اللي أنت فيه. أوكي ننتقل إلى الأسئلة. طبعا هون الأسئلة بتبين لنا إذا إحنا فاهمين أو مش فاهمين. أوكي use should or shouldn't بدنا نستخدم should أو shouldn't.
طبعا احنا حكينا الشد بمعنى ينبغي او يجب تستخدم لي انا اشي انا بنصحك فيه. اوكي انه هنا وشدن بستخدم للاشي انه انا بنصحك بعدم القيام به. اوكي يس يو فراغ بلاي سبورتس. اذا انا بنصحك بانك انت تلعب رياضة. اوكي رياضات. اذا هون بستخدم شد. اذا اول وحدة شد. طيب نمبر 2 يو فراغ eat a lot of cake. اذا انت ايش تاكل الكثير من الكيك. هنا انا بنصحك ولا ما بنصحك تاكل الكثير من الكيك؟ اذا هنا shouldn't لا ينبغي ان تاكل الايش الكثير من الكيك. نمبر 3 يو فراغ drink water. اذا شرب الماء. اذا انا بنصحك هون should you should drink water. اذا انا بنصحك انك تشرب ماء. اوكي اذا should نستخدم هنا should. طيب نمبر 4 يو فراغ drink a lot of fizzy drinks. يعني fizzy drinks يعني ايش مشروبات غازية. fizzy drinks مشروبات غازية. اذا هون تنصحني اشرب مشروبات غازية ولا ما بتنصحني اشرب؟ يعني ينبغي ولا لا ينبغي انا اشرب مشروبات غازية؟ اذا هون shouldn't استخدم. اذا لا ينبغي ان اشرب الكثير من المشروبات الغازية. number 5 you فراغ watch a lot television. يعني شاهد الكثير من ايش التلفاز. طيب اذا هنا بتنصحني ولا ما بتنصحني انه اشاهد التلفاز الكثير؟ اوكي اذا هون shouldn't لا انصحك. اذا shouldn't لا ينبغي. number 6 you فراغ brush your teeth. اذا هنا ينبغي ان تفرشي اسنانك ولا ايش ولا لا ينبغي ان تفرش اسنانك؟ ينبغي. اذا هنا شد. طيب نمبر 7 يو فراغ eat healthy food. اذا ينبغي ان تاكل طعام صحي ولا لا ينبغي ان تاكل طعام صحي؟ ينبغي. اذا شد حسب المعنى بنحل. وهذه هي قاعدتنا عن الشد والشدنت في حالة الإثبات وفي حالة النفي يا رابع. يعطيكم ألف عافية.